دكتور عادل، في البدايه بقى ايه هو الجهاز الهضمي وليه بيحصل فيه مشاكل فصل الصيف بشكل اكبر بكتير من فصل الشتاء؟ الجهاز الهضمي عباره عن جهاز. ايوه هو جهاز. جهاز بيبدا من الفم طبعا والبلعوم والمريء وبعدين المعده والاثنى عشر والامعاء الرفيعه والامعاء الغليظه، ده السكه من الفم لغايه بره. لغايه الاخراج يعني. لغايه الاخراج، وجنبه بقى الكبد والطحال والبنكرياس اللي هم بيساعدوا في عمليات هضم الطعام. تمام. الصيف حقيقه في تاثيره على الجهاز الهضمي مشاكله اكتر كتير من الشتاء. وده برضه يعني لعده اسباب مختلفه يعني. اولا الناس في فصل الصيف طبيعتها بتبقى متوتره. فصل الصيف عصبيه. مع ان في الشتاء ده بيحصل اكتر عشان المدارس والامتحانات، واحنا دلوقتي ستيل برضه في الامتحانات. هو الجو نفسه والحراره، يعني حضرتك لما تكوني مثلا في الصيف راكبه مواصله او سايقه عربيتك والدنيا زحمه بتبقى في توتر. للحرارة عالية والعرق زيادة ويقال ان الخناقات في الصيف اعلى منها. صح فعلا في الشتاء. والاقسام مشغولة بالمشاكل في الصيف اكتر من الشتاء. اكتر من الشتاء. فالصيف له تأثير مباشر على الجهاز العصبي بتاع البني ادم ككل يعني. وبالتالي لما يكون في تأثير على الجهاز العصبي يبقى كل الأجزاء الداخلية بتاعت جسمنا متأثرة بالجهاز العصبي، منها المعدة ومنها القولون ومنها الأمعاء الرفيعة، كل حاجة كل حاجة. ده واحد. نمرة اتنين، في الصيف الذباب بينتشر والقوارض بتنتشر، الفيران والمعرس ومش عارف ايه والصراصير كل حاجة. وفي نفس الوقت بتلاقي الناس تعمل تبرعات كده في الشارع، حاطين قلل وحاطين ازيار وحاطين اكل وحاجات واكل مكشوف وثلاجات مكشوفه عشان في كوبايه واحده كل واحد بيشرب اللي معدي وهكذا. ففرصه لنقل العدوى اكتر من الشتاء، لان الشتاء اولا ما بتحتاجش الكلام ده كله. يبقى الدنيا برد والناس مستكنه وبتنام بدري وبتروح بدري وكده يعني. وحتى البرد بيحمي الأطعمة من تكاثر البكتيريا. يعني حضرتك مثلا في الصيف انت مشغله المكيفات طول الوقت، في الشتاء ما بتشغليش مكيفات. الثلاجة مثلا بتقلل الحرارة بتاعتها في الشتاء، وعشان الفريزر بيعمل ثلج كتير قوي في الصيف انت ما بتعمليش كده، بتزودي الحرارة قوي او زودي الدرجة عشان يبقى فيه تتليج وهكذا. فالصيف له تأثيرات مختلفة بالنسبة للجهاز الهضمي. أكتر حاجة بتأثر في الجهاز الهضمي هو الإسهال. كتير في الصيف يبقى الناس عندها إسهال. السبب بيرجع لأن ميكروب السالمونيلا بينتشر في الصيف، الحرارة بتخلي ميكروب السالمونيلا بيتكاثر وينتشر عن طريق المواد الغذائية. واحنا للاسف الشديد يعني في مصر عندنا الهيجين قليل شويه، اللي هو الوعي الصحي والثقافه الصحيه الى حد ما مش قويه قوي عند الناس، ولا عند البائع الجائلين في الشوارع، ولا عند النظافه الشخصيه لما حد بيبيع لك حاجه. يعني تلاقي اللحمه معروضه مكشوفه على المحلات، ما عمرها بتحصل لو حضرتك بتسافري اي بلد في العالم، مفيش كده. في اللحمه جوه الثلاجات شرايح، لكن مفيش الفخده متعلقه بره ومش عارف. العيش في الشارع مكشوف على الرصيفه، والعربيات الكشري مكشوفه وهكذا يعني. ففرصه لتكاثر البكتيريا وفرصه لانتقال الميكروبات عن طريق المواد الغذائيه. فعشان كده بنلاقي نسبه الاسهال وحالات التسمم عاليه في الصيف. حضرتك لو رحت معهد السموم في فصل الصيف مقفول، زحمة جدا. زحمة جدا. في الشتاء اقل. حتى مثلا الاسماك مثلا لو عندك فسيخ مثلا، فسيخ بيصاب بالعفن السريع
في الصيف. بيقعد وقت حتى كمان في التخزين اقل بكتير علشان خاطر درجه الحراره بتبقى اعلى، صح؟ بالظبط كده، بالظبط. وبعدين تلاقي حضرتك نسبه التلوث بترتفع جدا في لتكاثر البكتيريا السريع، وفي الصيف جاي يعني بيتفسخ، فيتفسخ بسرعه يعني. يتفسخ يعني اللحم بتاعه يتهري بسرعه، بالظبط، بيبقى عرضه لتكاثر البكتيريا عليه. دكتور، قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم على موضوع شرب الميه، وفعلا من رغم زي ما حضرتك كنت بتقول في البدايه ان درجه الحراره بتبقى شديده جدا والحر شديد، لكن ستيل برضه في ناس ما بتحبش شرب الميه. بصي حضرتك، هو اولا بالنسبه لكبار السن مثلا عندهم مشكله كبيره جدا ان حاسه العطش عندهم بتقل. ودي مشكله بتؤدي الى اصابه الكلى عندهم، وبيحصل خلل في وظائف الكلى. ولذلك كبار السن احنا دايما ننصح اهاليهم او ولادهم انه يبقى عندهم ازايز ميه بتاعت بابا او بتاعت ماما، لازم انت تتبعي انها شربتها، لان هي ما بتحسش بالعطش. يعني حتى في درجه الحراره الشديده دي، حتى في درجه الحراره الشديده ما بيحسوش بعطش، ما احساس بالعطش، ما بيشربش. فبيعمل لهم جفاف على المستوى العام، وجفاف على مستوى الكلى، واللي عندهم مشاكل في القلب والحاجات دي والشرايين بتبقى عرضه للجلطات اكتر واسرع. ولذلك مشاكل الكبار في الصيف اكتر كتير من الشتاء. وده ليه؟ لانه حتى وانت قاعده في الحر بتعرقي، صح؟ فعرق كتير، حركه التنفس بتبقى سريعه شويه غير الشتاء، وكل ده بيطلع ميه، يعني سواء العرق بيطلع ميه والتنفس بيطلع ميه والتبول بيطلع ميه، فبتبقى محتاجه كميات ميه كبيره في الصيف. ده ما بيبقاش عند كبار السن، ودي لازم الاهالي يبقوا عارفين الجزئيه دي. الحاجه الثانيه بالنسبه للناس الثانيه العاديه بقى، زي ما حضرتك عارفه بينتشر في الصيف الباعة الجايلين واقف بعربية خضار او فاكهة او برتقال، العصائر اللي هو اللي هي السوبيا والعرقسوس والحاجات دي. ايوه، وغالبا كلهم يعني تلاقي مثلا عربية واقفة وحاطط برتقال وملي التانك بتاعه برتقال اصفر قوي كأنه عصير برتقال. هو مش عصير برتقال، هو حاطط لون. طبعا ما يقدرش يحط برتقال لانه يخسر، يبوظ، يخسر يخسر في السعر. السعر عشان بيبقى غالي، وبالذات ان برتقال الصيف معروف ان هو اغلى، عشان غالي فيدي لون، يحطوا الوان يعني، فعشان يغير او يعمل عمليه شكل او يعمل اكن هو ده نفس الطبيعي. وبعدين تعالي بقى بيجيب الميه ازاي، وفي جردل والتلج العصاير حواليها دبان منتشر، هو الكوبايات عشان في سكريات اصلا مش نظيف، فده طبعا مصدر كبير للتلوث في الصيف، خاصه من الجماعه اللي هم بيبيعوا في الشارع. الحاجه الثانيه في الصيف انه في مأكولات بقى بتنتشر في الصيف عكس الشتاء، يعني زي الشتاء حضرتك المحشي مثلا ده مقدس عند كل الناس. ايوه. في الصيف بيبدا الحاجات الخفيفه، البطيخ، العنب، الحاجات اللي هي الخوخ، دي فاكهه صيفيه يعني المنتشر دلوقتي. البرقوق. حضرتك ايه البرقوق؟ البرقوق طلع؟ لا مش لا، البرقوق لسه ما طلعش. هو المشمش والبطيخ، مشمش والبطيخ والكنتالوب والشمام والعنب. ايوه صح، العنب الاخضر والعنب الاحمر، وكله يقول لك بشاير لسه، يعني حتى الحاجات دي العنب والمشمش ده بشاير. ف الحاجات دي مسهله في حد ذاتها، يعني البطيخ بفتكر زمان احنا كنا رحنا كان في احد البلاد اهل القريه كلهم جالهم اسهال، اهل القريه كلها معظمهم، فتخيلنا ان جالهم كوليرا. فهنا مرعبين يعني، لما رحنا من الميه، لما رحنا لقينا انهم كانوا بطيخ. ايوه، طب البطيخ عمل ليه كده معاهم؟ لان الارض اللي زرعت البطيخ كانت مزوده نسبه الكيماوي في الارض. وبالتالي الميه بتاعه البطيخ كان نسبه الكيماوي فيها عاليه من ما اصيب الناس بالاسهال. الحمد لله عدت يعني، بس دي احد مشاكل الصيف اللي هو الخضروات وال
الفاكهه الصيفيه اللي حضرتك بترويها بميه. وبعدين ترعى والمصارف فيها مشكله يعني، خلي بالك طبعا اكيد فيها تلوث طبعا، فيها تلوث كبير. واحنا برضو زي ما حضرتك قلت في البدايه خالص، الثقافه بتاعتنا فيها مشكله. يعني مثلا احنا لغايه دلوقتي بنرمي مخلفات في ميه النيل، للاسف بنرمي مخلفات في ميه الصرف، فاوريدي الحاجات دي او بنخلي ميه الصرف ماشيه مع ميه النيل، فكل الحاجات دي لها تاثير كبير جدا كمان على الحاجات اللي احنا بنشربها وبناكلها. تعالي حضرتك بقى لست البيت كمان عندها شويه قصور ثقاف صح يعني، انها ما بتغسلش الخضار كويس. يعني المفروض الخضار ده حضرتك بتشتريه من على العربيه، بتشتري طماطم، بتشتري كوسه، بتشتري ايا كان يعني، بتشتري جزر، بتشتري وبعدين تروح مقطعاه وحطاه في الحله. حتى لو شطفتيه كده بشويه ميه، لا ما ينفعش. ما المفروض ايه يا دكتور؟ يعني في ناس تقول لك اولا يتغسل كويس، او لازم يتغسل كويس قوي قوي قوي. ده حتى يعني الميه تتغير عليه كتير ولا لا؟ هو يتحط عليه خل؟ خل، ممكن خل وممكن برمنجانات البوتاسيوم اللي بيقولوا عليها، معلقه مخففه يعني، ويتنقع من بالليل في صينيه كده وتسيبيه للصبح وبعدين تشطفيه وكده. انما لازم تنقعيه. ليه؟ لانه الحشرات او الذباب بيحط ايوه، وهي دي الاهم يا دكتور، بيحط بيلزق على فيه على الاكل على الخضار. فانت ما بتشيلهوش او الديدان او الكلام ده كله، وده بتكسر اكتر في فصل الصيف. وارجع لنقطه مهمه برضو، جينا في وقت من الاوقات لقينا المشمش والخوخ يا دكتور كان فعلا اي حد ياكله يعمل له اسهال رهيب جدا. اللي هو ايه؟ المشمش والخوخ. يا ترى بقى فعلا يعني، حتى كنا بنستغرب بنقول يعني ده الجلده بتاعته اساسا خشنه وسميكه، فقالوا لا ده سبب اذى ان الذباب او اي حاجه بتقف عليه بتسيب اثار الملوثات بتاعتها عليه، عشان اوريدي الحاجه بتاعته خشنه، لكن لو حاجه ناعمه اوريدي في الغسيل والكلام ده كله هتبقى سهله انها تنزل. لكن شوفي حضرتك في وقت من الاوقات الفلاحين جرفوا الارض. جرفوا الارض يعني ايه؟ يعني شالوا الطين من الارض، وكانوا بيشتروه مصانع الطوب يعملوه طوب للبنى. البنى لما جرفوا الارض جرفوا الخير بتاع الارض. صح، الارض مليانه نوع من البكتيريا المفيده، ومليانه مواد غذائيه بما فيها الكالسيوم والمش عارف ايه وايه وايه، بتساعد التربه انها تطلع محصول جيد. لما اتجرفت الارض كان الحل عند الفلاح ان هو يزود نسبه الكيماوي في الارض عشان الارض تنتج، يرجع لها نفس القيمه بتاعتها، عشان يرجع لها النشاط بتاعها. ده انعكس على كل المأكولات اللي حضرتك بتاكليها. لو في هيئه بتتابع المأكولات بتاعتنا، وطبعا انا اشك ان في هيئه بتتابع المأكولات بتاعتنا ومدى جودتها ومدى نظافتها، اعتقد احنا ينقصنا هذه الجزئيه، لان احنا كلنا بناكل بلا وعي. بلا وعي، وخليها على الله، وكلنا على الله يعني. طبعا كل حاجه على ربنا، خليها على الله وربنا الشافي الحمد لله. وعشان كده نسبه امراضنا عاليه جدا. يعني حضرتك لما تشوفي مرضى الكلى في مصر او الكلى، للاسف حدثي ولا حرج. الحقيقه نسبه الناس اللي بيغسلوا كلى حدثي ولا حرج، نسبه الناس اللي عايزين يزرعوا كلى برضه حدثي ولا حرج. طب هو جه منين المشكله دي؟ جت من التلوث مع بعض الامراض طبعا اللي يعني اللي ممكن تبقى موجوده لسبب ما، لكن معظمها نتيجه عدم اعتناء بالكلى وتلوث من المواد اللي بتعدي على الكلى، والصديد والتهاب الخلوي والمزاليك البوليه والكلام ده كله. فعندنا معظم الامراض اللي احنا بنشوفها، حتى امراض الجهاز الهضمي كلها، معظمها امراض مكتسبه نتيجه عدم وعي المواطن. بمعنى ايه؟ في الصيف الحركه بتكتر، الناس مفاصلها بتوجعها كويس، بيشتغل طول النهار في الصيف، عنده الام بياخد مسكنات، شيء طبيعي. مسكنات بتعمل له ايه؟ بتعمل له حاجتين، قرحه في المعده وخليه ينزف دم، وتاثر على الكلى تعمل تؤدي الى فشل كلوي. فدي خطوره كل المسكنات اللي الناس بتاخدها بلا وعي،
انها بتعمل قرحه في المعده، تاني حاجه بتاثر على الكلى وتعمل فشل كلوي. ده ليه؟ لانه منهك. يعني مثلا سواق التاكسي اللي بيقعد يسوق التاكسي بتاعه 10 12 ساعه وقاعد على الكرسي متكتف وبيقوم من العربيه اما يروح جسمه مش قادر، اديني حبايه مسكنه، فياخد يبدا وتبقى عاده عنده حبايه المسكنه، وبالتالي هيبقى عنده مشاكل في الجهاز الهضمي. مرضى السكر كمان تاثيره على الجهاز الهضمي صعب طبعا، لانه خلي بال حضرتك ان السكر في مصر مرتبط شويه شويه بالحاله النفسيه. بالرغم ان مريض السكر بيرتبط جزء منه بالحاله النفسيه زي الضغط. حضرتك طول ما انت هاديه الضغط بتاعك الى حد ما هادي تعصبي، الادرينالين بيطلع والكورتيزون بيطلع، وبالتالي الضغط بيعلى معاكي ويحصل مشاكل جلطات ويحصل شلل ومش عارف، ويحصل تاثير برضه على الكلى. ده تاثير صيف، خلي بالك. صيف يعني ده تاثير، لان في الصيف بصي حضرتك احنا مثلا عندنا العيانين بتوع القلب مثلا لما بنيجي ننصحه ونقول له لا تستحمى بميه ساقعه ولا بميه سخنه، ميه فتره. طب ليه مش ميه ساقعه وميه سخنه؟ لان الميه الساقعه هتعمل له انكماش في الاوعيه الدمويه، والميه السخنه هتعمل له تمدد في الاوعيه الدمويه، والاثنين تاثيرهم على القلب مش كويس. سواء انك انت ضيقت الشرايين او وسعت الشرايين الى حد ما، خد بالك حضرتك. فمرضى القلب بيتاثروا برضه بالحراره، لان الحراره تخلي النفس اسرع، خلي ضربات القلب اسرع، واذا كان عنده قصور في الشرايين بيأثر على حركه الشرايين. باختصار شديد الدول اللي فيها الحراره عاليه يعني مقارنه بالسودان، لا انت احسن من السودان شويه، السودان عندهم حر شديد، السودان بيناموا نايمين على طول يعني عشان بيسبب لهم خمول، بيسبب نوع من الخمول والكسل، وبيأثر على التفكير حتى، يعني حتى في ما بيقدرش يفكر بجد. يا دكتور كل التأثير الحرارة كل ده بيأثر على الجهاز، أجهزة جسمنا كلها، إذا كان المخ أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي. طبعا أنت حضرتك لو عملت مقارنة بين الدول الباردة والدول اللي فيها البرودة والدول الحارة هتلاقي في فرق كبير، حتى في الأعمار، أعمار السنية طبعا. لأن أنت بص حضرتك البني آدم زي المكنة. ايوه. حضرتك بتستهلكيها بنسبة قد ايه؟ والاستهلاك ده معناه مش معناه انك بتشتغلي. الاستهلاك ده معناه متوقف على الحالة المزاجية والحالة العاطفية والحالة النفسية والحاجات المحيطة بيك كلها. لأن جسمك في الحالة دي بيستجيب ازاي؟ بيستجيب ان هو بيفرز مواد موجودة جواكي، في مواد ضارة ومواد مفيدة. المواد الضارة زي مثلا الأدرينالين أو الكورتيزون، لما بيعلى بيأذيكي، بيعليك الضغط وعليك السكر وعليك مش عارف إيه، واخد بالك. الحاجة التانية كمان الخلايا، إن أنت بتخلصي من المواد الضارة بتاعتها. النهاردة بنتكلم على الأنتي أوكسيدنت مثلا، اللي هي بالظبط الحاجات اللي هي مضادة للأكسدة، تخلي الأكسدة بتاعت الخلية أو تاخد المادة الراديكالز اللي موجودة في الخلية، اللي هي يعني بمعنى إيه؟ بص حضرتك في الدول لو أنت جبتي واحدة ست من دولة حارة وجبتي واحدة ست من دولة عندها برد، زي القطب الشمالي مثلا أو زي أوروبا، دي بتعجز قبل دي بتاعت الحر، تعجز اكتر من مع ان انا يا دكتور بلاحظ العكس. يعني انا بلاحظ الناس اللي يعني مثلا عايشين في دول اوروبيه او امريكا او كده، بحس ان هم البياض بتاعهم او تاثير درجات الحراره، بحس ان هم بيكبروا بسرعه عننا، ولا ده بقى لا العكس؟ لا احنا اللي بنكبر بسرعه. احنا اللي بنكبر بسرعه. ستاتنا بيكبروا بسرعه لانهم ستات مهمومين يعني. عندهم يعني تاثير درجات الحراره كمان بتاثر على عمرنا. هو حضرتك العجز ده بيبقى عباره عن ايه؟ يعني اللي هي الكرمشه؟ الكرمشه. وفعلا صح، نلاقي ان مثلا الفلاح
اللي بيعزق في الارض هو وزوجته واولاده، تلاقي عندهم خدود التعبيريه واضحه اكتر من اي حد تاني. بص حضرتك، كل الجسم عباره عن استك. ايوه، في الاستك تيشو زي الجلد ده مفرود لان في ماده بتشده كده. ايوه صح. مع الكبر الماده دي ما بتشدش، بتكرمش. هو ايه اللي بيفردك وشك كده؟ مش انت بتجيب الحاجات اللي بتفرد الكريم؟ ايوه، تجميل الحاجات التجميل، والناس بيحقنوا حاجات علشان زي البوتوكس ومش عارف ايه والفيلر. الفيلر والحاجات دي عشان يملوا الفراغات اللي هي الى حد، يعني بيملوا الفراغات الى حد وبعد كده خلاص بترجع تاني. زي صباح كده الله يرحمه، وصلت الى مرحله لا يؤثر فيها لا فيلر ولا بوتوكس ولا اي حاجه ولا اي عمليات. فالحراره بتاثر على الوجه، الشمس الشديده بتاثر على الخلايا. يعني اعتقد ان الشمس الشديده تقتل الخلايا، او زي ما تكون بتعرضي حاجه للحراره العاليه. بتتحرق. ها؟ يعني احنا لو عرضنا الاكل لدرجه حراره عاليه بيتحرق، هيفسد. واحنا لما بنيجي مثلا نعالج مثلا ورم في الكبد مثلا بالحاجه اسمها راديو فريكوينسي مثلا، بندخل ابره تحرق الورم، يعني زي حته اللحمه تعمل كي زي ما تكون حضرتك جايبه حته لحمه وبتشويها على النار. فدرجات الحراره قد ايه ليها تاثير كبير جدا، مش بس على الجهاز الهضمي وعلى اجهزه الجسم، لا ده كمان على البشره وعلى الجلد، وكمان تاثيرها على الشخص نفسه في المراحل العمريه. يعني مثلا الشخص اللي عايش بره هو عنده 60، هنا هو مثلا ممكن نقول اللي عنده 60 ده بمثابه عنده 70 اكنه بره مصر. ما هو ده بقى اللي هو البريزنايل، او اللي هو يعني في ناس شوف كتير فنانين بره عنده 70 و80 سنه ويديك امبريشن ان هو صغير في السن، صغير وبيخدعوك في السن لانه مهتم بذاته يعني. صح. وتشوفي ناس عندهم اربعينات وتلاقي معجز بدري، وده فانا بقول لحضرتك هي مجموعه من العوامل الجويه المحيطه والعوامل النفسيه المحيطه والحاله المزاجيه. يعني كل ما كان حالتك المزاجيه معتدله وكويسه تختلف تماما عن الحاله المزاجيه اللي مش معتدله. المدخنين كمان، التدخين والتلوث. احنا عملنا دراسه على فكره على المدخنين دول بالصور. اللي بيدخن يعني بيدخن. الصور اللي بتظهر على المدخنين بيعجزوا بسرعه، بيحصل تجاعيد في الوش، الدخان ده بيطلع على الوش، ده بيعمل تشوهات يا دكتور. يعني احنا لو نشوف دلوقتي، ودي احلى حاجه عملوها بصراحه، تاثير اللي هي الصور اللي بتبقى موجوده على علب السجاير. احنا لو نشوف كم مثلا الكانسر اللي بتيجي مثلا في الفم او في الفكين او الكلام ده، او في الوجه او في الرئه. انا بستار، ودي حاجات واقعيه. لا يعني ده مش ده خلاص، يعني ده حاجات علميه مثبوته. ايوه، يعني مش جايبينها مثلا حاجه فيك. يعني احنا ساعات بنعمل حاجات فيك او كده صور، لكن الصور دي من ارض الواقع. يعني اشخاص اصيبوا بهذه الامراض، امراض سرطانيه في الرئه، امراض سرطانيه في الفكين، امراض سرطانيه في اللسان، امراض. بص بالنسبه للرئه، يعني سرطان الرئه التدخين اثبت انه سبب رئيسي في سرطان الرئه. سرطان الرئه دي حاجه مفروغ منها طبعا. وعندنا مثل قوي قوي الله يرحمه الفنان احمد زكي، يعني كان عنده كانسر، كان عنده كانسر في الرئه. وبرضه الله يرحمه واحد قريبنا لسه متوفي برضه بكانسر نتيجه التدخين. خلي بال حضرتك ان النيكوتين بيطلع على الوش بيعمل تجاعيد. ايوه بيعمل تجاعيد، ولذلك بنصح دايما المدخنين لما يمسك السيجاره يمسكها كده. ايه بعدها؟ لا احنا ما نمسكهاش يا دكتور، احنا ننصحه انه ما يمسكهاش اصلا. معلش لو بيدخن. وخاصه الست، يعني دايما بتحط دي الحاجه بقى الغريبه، ما تبقاش تحط السيجاره كده جنبها وتقول له كل الدخان طالع على وشها. وزمان كانوا بيحطوا مبسم كده طويل، عشان هم كانوا عارفين المبسم مش كارني وجهها، ما كانش طالع وجهها، كان طالع عشان تبعدي الدخان عن وشك. عشان كده لا ما كانش وجهها، كان مبسم طويل كده. ايوه، ويتمسك كده عشان الدخان. هو الواحد كان فاكر انها حاجه كوميدي او حاجه. لا مش كوميدي ولا حاجه، وهي كانت مقصوده ترفيهيه. لا هي كانت مقصوده. مقصودة. فنصيحة للستات اللي بتدخن، تبعد ايديها بس عن وشها، عن الوجه، عشان بيديها عن الوجه عشان الدخان ما يجيش على وشها. او تكون قاعدة في وسط ناس مدخنين صحابها وهم عاملين
يدخنوا في وشه. على اللونج ران بيحصل كرمشه في الوجه. وكمان يا دكتور التدخين معروف جدا للاشخاص، حتى المدخنين دايما يقولوا لهم وانت داخل تعمل عمليه حاول قبل ما تخش تعمل عمليه مثلا باسبوعين ثلاثه بشهر ان انت تمتنع عن التدخين، علشان كمان اثبت ان تاثير المدخن، ان هو الشخص المدخن استجابته لالتئام الجروح ضعيفه قوي. بص، كان في بحث في الـ في الـ في اليابان، كان عمل واحد اساتذه عندنا يعني، تاثير التدخين على الكبد. على الكبد. وجد ان التدخين ضر في الكبد بالنسبه للناس اللي عندهم فيروسات كبديه. يعني زي فيروس سي، فيروس بي. كان بيسرع في عمليه التليف. لا، هو التدخين ماده ضاره، لان كل المواد اللي فيها مسرطنه يعني حضرتك. وكمان التدخين السلبي يا دكتور، احنا عايزين نتكلم على ده. التبغ ده في اكتر من 100 ماده مسرطنه. هي سيبك من اللي بيطلع الهواء كده. بس هو مش حاسس يعني، الناس للاسف مش حاسه بالمشكله الكبيره اللي بتحصل. وتيجي تقول لك، تيجي تفهمه وتوعيهم ان قد ايه التدخين حتى كمان السلبي، يعني مثلا انت شخص اب مش بيأذي نفسه بس، ده بيأذي زوجته، بيأذي اولاده كمان. مين فينا دلوقتي في اي بيت ما فيهوش عنده مريض حساسيه؟ المدخن مين فينا؟ ما بيبصش يعني الحقيقه المدخن ما بيعملش حساب حد. يعني للاسف الشديد هو بيدخن لمزاجه يعني. هو لو ان عندنا، انا شفت حد عنده اولاد بيقف يدخن على بره المبنى خالص عشان ولاده. عشان ولاده. شاطره، هي اللي شاطره بتقول له ما تدخنش في البيت يعني. بس يا دكتور برضه بيقول لك التدخين ده بيبقى ماسك في هدومه في جلده، فاوريدي لما بيخش البيت اوريدي كل السموم اللي كان اساسا فاكر انها خرجت بره هي اوريدي موجوده في جلده وفي لبسه. بصي حضرتك، لو وفي شعره. لو انت عايز تخلصي من اثار التدخين، لو بتدخنتي 10 سنين لازم تبطلي زيهم 10 سنين. لا لا، ده بيقولوا اكتر يا دكتور. يعني لو دخنت 10 سنين لازم تقعد 20 سنه قدامها كمان عشان عقبال ما السموم دي تخرج من الجسم. طب دخن 30 سنه يعني عايز كام؟ هو العمر فيه قد ايه اساسا؟ يعني احنا بننصح الناس. هو السنه تعادل سنه عشان ترجعي الخلايا تاني بتاعت الصدر الى حد ما. بعض الناس طبعا ما بيرجعش لحالته الطبيعيه. ده الدكتور بيقول لك الشخص المدخن في اليوم الواحد بيقلل من عمره 10 سنين في اليوم واحد؟ لا لا، مش او الشهر يعني. ده الناس بتدخن بقى 40 سنه و50 سنه. ما هو دلوقتي برضه يا دكتور احنا ساعات هو بص، وما فيش حاجه اسمها كده محدده مش علميا يعني، بس هو الفكره ان كل ما بتستخدمي الحاجه مستمره وانت عارفه انها ضاره بتؤثر عليك. زي مثلا الناس اللي بتستخدم المنشطات، واخد بالك؟ يعني زي مثلا تريمادول مثلا. تريمادول بتبداي مثلا ب 25 وبعدين تبقى 50 وبعد ال 50 تبقى 100 وال 150 و200 وبعد كده ما تجيبش نتيجه خالص. صح. فكل ما بتستخدمي الحاجه كل ما يعني حتى المدخنين لو بيدخلوا سيجارتين ثلاثه وبعدين خمسه سته وبعدين علبه وبعدين علبتين، وفي ناس بتوصل ثلاث علب في اليوم اللي هم بيشتغلوا طول النهار يعني. طب دكتور حيدر، عايز ارجع لنقطه كمان مهمه، وبالذات ان في ناس تيجي تقول لك طب دلوقتي انتوا عمالين تنصحونا ان قد ايه التلوث اللي حوالينا والميه والتدخين والكلام ده كله، كل ده ليه تاثير على الجهاز الهضمي؟ كل ده ممكن يعوق او يعمل تاثير كبير جدا على الجهاز الهضمي؟ طب ما التدخين ما بيخشش غير بس لغايه الرئه، معقوله بيخش للمعده والكلام ده كله؟ طب يا ترى بقى تاثير دوت برضو على الجهاز الهضمي ايه؟ بص حضرتك، دايما المدخن بيشرب دايما تلاقي عنده شويه مكيفات يعني. قهوه شاي المياه غازيه. والقهوه والشاي الى حد بعيد بيؤدي الى امساك عند بعض الناس. ايوه صح. كويس؟ التدخين كمان احد العوامل اللي بتسبب هيجان او نشاط الناس اللي عندهم التهابات في المعده. اللي هو ارتجاع المريء يعني؟ غير ارتجاع المريء. الناس اللي عندهم التهابات في المعده نتيجه تناول ادويه متعدده. التدخين بيزود يعني التدخين متهم انه بيزود نشاط القرحه مثلا.
ولذلك ينصح مريض القرحة بعدم التدخين حتى في فترة العلاج. يعني انت لو عايز تخف بطل التدخين في فترة العلاج وبعدين دخن زي ما انت عايز يعني. بس الفكرة ان التدخين بيأخر التئام الجروح وبالتالي وبيزود من حدة الالتهابات اللي موجودة في المعدة والاثنى عشر. التدخين بصفة عامة ضار يعني. مصر من الدول يعني حضرتك تدخين بجانب الاير بوليوشن نفسه التلوث بتاع التلوث الجو نفسه جو عاملين مسببين لكوارث مسببين مع توتر الشخص يبقى ثلاثة ولو كان عنده ضغط ولا سكر يبقى أربعة خمسة هو بيعجل بالوفاة يعني. احنا بنقول الكلام ده يعني مدروس علميا طبعاً وكمان طبعاً مدروس على واقع الحقيقه. احنا مش بنجيب كلام من عندنا يعني. الدكتور بالظبط بيقول كلام من ارض الواقع. يا جماعه التدخين ضار جدا، حتى قال على الجهاز العصبي، على المعده، على الناس اللي عندها قرح، وده الاهم. وعايز ارجع بقى للثقافه برضو عندنا مش موجوده في بره يا دكتور. كم المسكنات وكم المضاد الحيوي اللي بناخده بدون استشاره طبيب، ودي اللي دايما كنا في كل برنامج بنوعي ليه. كتير يا دكتور يقول لك انا عايش على المسكن. طب انت بتعاني، انا عندي الام في رجلي، طب ما تعالج السبب الرئيسي للالام عشان ما تاخدش المسكن. بص حضرتك، التهابات المفاصل في مصر منتشره جدا، وده بيرجع لسببين. السبب الاول السمنه وعدم المشي وممارسه الرياضه. السمنه وعدم تقوية العضلات في وقت من الأوقات. بمعنى إيه؟ إن المفصل ما بيقدرش يشيل الجسم. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق المفاصل لأحمال معينة. لما الأحمال بتتغير أو بتزيد عن الحد اللي هو المقدر لها بيحصل تحميل على المفصل. وقالت حضرتك تعرفي إن كل كيلو زيادة في جسمك يحمل 4 كيلو على المفصل. يعني حضرتك لو زايد 10 كيلو عن المعدل الطبيعي يبقى كل مفصل عندك محمل 40 كيلو. ياه، على 10 كيلو 40 كيلو؟ وده بيحصل حضرتك في البنى. يعني حضرتك في العماير مثلا لما انت بتاخدي رخصتك على اساس انك تعملي 5 ادوار وبتبني اساسك على 5 ادوار، وبعدين المالك يطمع انه يعلي العماره يعمل دور تاني وثلاثه يعني في العماره كلها ايه؟ تقع. هو ده اللي بيحصل بالنسبه للتاكل والتهابات المفاصل والمخده اللي احنا بنقول عليها الكارتريج اللي بين المفاصل. فالوزن الزياده وعدم الحركه، او احنا شعب مش رياضي خلي بالك. ايوه، ما بنمارسش رياضه. العضلات بتضعف، لما العضلات تضعف ما تقدرش تحمي الركبه. ومهما عملتي من رجيم بيبقى رجيم مؤقت وترجعي تاني زي ما هو، وبيبقى عندك استعداد للسمنه ما بيروحش يعني دايما. حتى كل الوسائل مع الناس اللي بيعملوها مؤقتة، في ناس تعمل تقول لك انا خسيت 20 كيلو بعد شهرين ثلاثة شوفيهم تلاقيهم زاد 20 كيلو، ترجع 30 مش بقى 20. ليه؟ ما فيش سيستم يعني. هو بتعملها في وقت معين وعايزة خلاص. لا، هي المواظبة المستمرة من الرياضة والحفاظ على الاكل والحفاظ على المشي وتقوية العضلات، كل الحاجات دي بتساعد ان ما يجيلكيش. بالنسبة بقى للمسكنات دي مصيبة يعني. انت بتلجأي للبديل القاتل، بمعنى انت ليس لك يعني الاختيار الامثل انك تعالجي نفسك. ابسط حاجة انك عايزة حاجة تسكلك. وبعدين دكاترة العظام مع احترامي ليهم كلهم، عشان يحس العيان بتاعه ان هو دكتور والعلاج مؤثر، يروح كاتب له 3 4 ادوية. ايوه، فالعيان ياخد ال3 4 ادوية اول اسبوعين ثلاثة، اول يعملوا تخدير بس في الوجع. اول شهرين ثلاثة مبسوط قوي من الدكتور، الدكتور حلو. طب الدكتور اذنك يا ابني كذا وكذا وكذا وكذا، لا انا ركبي حلو. فطبعا دي تأثيرات جانبية المرضى لا تدرك. حضرتك فكر يعني مثلا كنت مرة في انجلترا، اشتغلت في انجلترا فترة، فجت لي واحدة انجليزية بنت يعني سنها 14 15، انا قيمتها كده يعني. فكتبت لها دواء مسكن يعني، كانت بتشتكي من حاجه فكتبت لها مسكن. رجعت لي بعد كذا يوم وقالت لي دكتور انا ما خدتش الدواء بتاعك.
قلت لها ليه؟ قالت لي انا قريت البامفلت واكتشفت ان الدواء اللي حضرتك كاتبه ياثر على الحمل. فقلت لها وانت حامل؟ قالت لي اه. قلت لها ما انت ما قلتليش. قالت لي ما انت ما سالتنيش. قلت لها بس انت صغيره. قالت لي لا مش فرق يعني ما مش شرط مش شرط يعني. فاتعلمت حاجه ان انا لازم كل واحده اسالها انت حامل ولا لا؟ لما بقت تخش واحده ست عندها 100 سنه ولا يا حاجه انت حامل؟ اروح ده. فقد ايه الدواء برضه ليه اثار جانبيه وتاثير سلبي برضه؟ اتونس على طول. يعني حضرتك لو خدت قرص اسبرين وعندك حساسيه مفرطه هيجي لك نزيف. بالظبط. فهو مش الاستمراريه في الدواء يعني الاستمراريه في الدواء بتؤثر، لكن في ناس بيجي لها فرط حساسيه من الدواء ويحصل مشكله. لكن مفيش حاجه اسمها ماشي على مسكنات مدى الحياه، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن. والمضاد الحيوي يا دكتور، واللي هيخليني اسال على المضاد الحيوي بالذات، السؤال الاشهر جرثومه المعده اللي بقت شهيره وبقت حاجه دلوقتي بنسمعها وبقت بتظهر في التحاليل عند اي شخص، يا ترى فعلا هي ليها كورس علاجي بمضاد حيوي؟ في ناس تيجي تقول ده انا قعدت اكتر من 6 شهور هو وباخد الكورس العلاجي دوت، ولدرجه كمان هما بيبقوا عارفين ان هي في 3 حبايات او حاجه زي كده بتتاخد، وجيت اعمل التحاليل لقيت الجرثومه موجوده برضو. بص حضرتك، جرثومه المعده موجوده عند الناس كلها. 70% من الناس عندها جرثومه المعده موجوده، يعني نورمال كومانزنز موجوده في البق عندنا وموجوده في المعده وموجوده في المصارين، ولما تحللي هيطلع موجود. موجوده. انا حدي علاج؟ لا مش حدي علاج. مش حدي علاج؟ لا من حدي 70% من الشعب. ازاي؟ انا بدي علاج لما يبقى في اعراض. لما يبقى في اعراض. طب ما هي مسبب اساسي للارتجاع المريء ومسبب اساسي. هنا هنا وضع. لما اعمل تحليل ويبقى في اعراض ادي علاج. بمعنى ايه؟ اولا جرثومه المعده عشان تحليها بتتحلل ب4 طرق. كويس؟ او احسنهم اللي هي عن طريق النفس. اللي هي عن طريق الاختبار النفس. التاني حاجه اللي هي عن طريق العينه من المعده. المعده. بالمنظار. بالمنظار. تالت حاجه عن طريق الدم. رابع حاجه عن طريق البراز. احسنهم طبعا اللي عن طريق النفس. أيوة. العلاج بتاعها 14 يوم. كويس؟ الكورس بتاعها 14 يوم. احيانا العلاج لا يؤثر، يبقى فيه مقاومه. لا يؤثر. فاضطر تغير الادويه. لو بتكون عندها اعراض يعني حالات قرحة المعدة، جرثومة المعدة ممكن تكون سبب. اولا اللي اكتشف جرثومة المعدة خدوا جائزة نوبل طبعا، انت عارفة طبعا. وجرثومة المعدة دخلت في ابحاث كتيرة في مصر وفي العالم كله، وصلت يعني مش عايز اقول لك مثلا 1,000,000 بحث، لان اصبحت عامل مشترك في كل الامراض، في امراض القلب وامراض القولون والسرطانات وامراض الكبد وامراض المعدة. جرثومة المعدة وصلت جرثومة الموضوع. المعدة بقت عامل مشترك دلوقتي، دخلت في كثير من الامراض، حتى دكاتره القلب بيقولوا لك اعمل روح اعمل جرثومه المعده. بقت مشكله عند كل الناس. مش مساله ان جرثومه المعده انا عندي حللت فعندي جرثومه او تعمل لا لا. فلما بتعمل لما بتدي العلاج 14 يوم وبتطلع مقاومه، يعني عباره عن نوع من البكتيريا. ايوه. وليها اهداب كده بتخرم في المصارين، عارفه؟ ايوه. يعني حاجه هي دي بتعمل قرع زي الشنيور كده. ايوه. فبتخرم بتطلع ماده تدوب المخاط اللي موجوده او الغشاء المخاطي اللي موجود في المعده او الخلايا اللي مبطنه في المعده، فتعمل تعويره. اللي هي قرح. اللي هي القرح. عشان كده هي شير اعظم في حكايه القرح. ولازم بتاخد علاج. لو انت عملت تحليل ولقيتي فيه جرثومه لازم بتاخد علاج الجرثومه، علشان هي مشارك عظيم جدا في وجود المشاكل او اللي هي القرح او الحاجات اللي هي يعني بتؤدي بعد كده بقى لحاجات زي ما بتقول بقى سرطانات ومشاكل اكبر بكتير. تعمل مشاكل على المدى الطويل. ومن حاجات المكتشفه يعني من الحاجات العلميه القويه جدا اللي اكتشفت اخيرا اللي هي جرثومه المعده. كنت عايز اضيف لحضرتك كمان بالنسبه فضل. لامراض القولون. امراض القولون في مصر منتشره جدا في الصيف. ايوه طبعا. طبعا
طبعا احنا عندنا اشهر حاجه كل الناس تقول لك عليها القولون العصبي. ايوه يقول لك انا عندي قولون عصبي. القولون العصبي ده زي ما تقولي كده والحمد لله وراثه يعني. وراثه؟ يعني تلاقي عائلات كده. اه في عائلات تيجي تقول لك يا دكتور ماما وبابا وخالتي وعمتي. طب يا ترى دي ليها طبيعه ان العيله دي مثلا متشبثين باكلات معينه؟ زي مثلا اهالينا في الصعيد الشطه والطواجن والمسبكات والكلام ده كله ده الاكل الشائع. هو لحد دلوقتي القولون ما حدش عارف يعني حتى الان لا يوجد علاج شافي بنسبه 100% لعلاج القولون في العالم كله يعني. وحتى السبب الاساسي بتاع القولون العصبي ده حتى الان غير معروف اسبابه الاساسيه. يعني هو ليه سموه قولون عصبي طيب؟ ليه بيسموه عصبي؟ يعني انا عصبي يا دكتور؟ لا يعني انا بتشنج وبتنرفز يا دكتور؟ لا هو بص حضرتك هو سموه قولون عصبي ليه؟ لانه قولون بيجي في ثلاث صور. القولون ده الاعراض بتاعته بتيجي في ثلاث صور، يا اما العيان يجي له عنده امساك بس، يا اما العيان يجي عنده اسهال بس، يا اما يبقى عنده امساك واسهال. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. والعيان اللي بقى عنده امساك واسهال ده اصعب نوع. ليه؟ لان انت هتعالج الاسهال ولا هتعالج الامساك؟ هيبقى صعب انك تعالج الاسهال. لو اديت علاج للاسهال هيحصل امساك، هو عنده امساك. لو اديت علاج للامساك هيحصل اسهال، هو بيجي له اسهال. بيبقى الترنيتيف يعني ايه؟ يعني يومين ثلاثه اسهال ويومين ثلاثه امساك، ده اسمه القولون العصبي. الحاجة التانية المريض نفسه الحالة المزاجية بتاعته بتلعب دور. يعني لما يكون الحالة المزاجية بتاعته متوترة آلام القولون العصبي بتزيد. ولو في حاجة خلايا في زي نبضات بتطلع من المخ للقولون دي حاجة يعني علمية ثبتوها في الآخر إنه مرتبط بالجهاز العصبي بتاع البني آدم، إن هو لما يكون الحالة المزاجية بتاعته مش حلوه يزيد عنده. وليها علاقه يا دكتور برضو ان في ناس تيجي تقول لك انا ساعات لما بتنرفز وبتشنج بحس ان بطني اكن في انتفاخ. هو بيبقى تقلص اللي هو يعني الوجع بتاع البطن بنتيجه التقلصات في المصارين. تعرف القولون اللي هو ايه؟ اللي هي القولون اللي هو المنبار. اللي هو ما لسه بشاور عليه اللي هو الملفوف. اللي هو المنبار، عارف المنبار؟ احنا عندنا مصارين رفيعه دقيقة وغليظة. خلينا نتكلم بلدي يعني. ايوه. مصارين رفيعة اللي هي زي اللي عند الجزار بتتحشي لحمة. ايوه. وعندنا المصارين الفخيمة. اللي هي بتعمل سجق اللي هو اللي بتحشي رز. ده المنبار اللي بتحشي رز. القولون. القولون ده طوله قد ايه؟ متر و40 سنتي. قد كده. طويل. ما عشان كده الدكتور في مثلا في العمليات الحديثة عشان يصغروا معدة الشخص فبيعملوا تصغير للامعاء دي بيقصوا جزء منها. لا يعني اللي هو الباي باس ده لا ما عمليه فاشله يعني. ما بترجع تاني يعني. لا مش بترجع، ليها اضرار جانبيه كتير قوي. وبعدين الامعاء الرفيعه دي 6 متر. 6 متر امعاء رفيعه ومتر ونص امعاء غليظه، ادي 7 متر ونص. فالقولون اولا هو منتشر جدا في مصر. الاكل ساعات يلعب دور في الاكل. ودكتور احنا من الشعب اللي يحب مثلا البصل الني، الثوم الني، يعني بناكل الحاجه بخيرها كده، وده حاجه صحيه عشان البصل فيه انتي اوكسيدنت اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. بس ناس المرضى اللي بتعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي دي بتبقى ماساه عندهم، البقوليات والبصل والثوم، وكمان ساعات الحاجات الورقيه. يعني مثلا في ناس تيجي تقول لك لا خد حاجات ورقيه تريح لك المعده، لا ده في ناس لما تيجي تاكل الخس والكابوتشي تحس بانتفاخ اكتر وبتحس بالم اكتر. بص حضرتك يعني انا بيجي لي مرضى كتير جهاز هضمي فيسالني اكل ايه يا دكتور؟ ايوه. فاقول له كل اللي تحبه يعني. اللي تحبه؟ اه. ده انت مريح جدا يا دكتور بصراحه. كل اللي تحبه، يعني ايه يا دكتور اكل اللي احبه؟ يا حبيبي الحاجه اللي تتعبك ما تاكلهاش. ايوه. انت دكتور نفسك. صح دي حقيقه. وبالذات مريض الجهاز الهضمي. انت دكتور نفسك، لو انت اكلت ملوخيه وعملت لك اسهال ما تاكلهاش تاني. يعني دايما لما يجيني مريض قولون اقول له روح كل ملوخيه وتعالى. عشان اشوف نتيجه الملوخيه عليك ايه. الملوخيه لازم تعمله انتفاخ ومشكله. ايوه. فيبقى ده عنده قولون.
عشان مش عايز يعمل اشعه ومش عايز يعمل تحاليل. قول له كل ملوخيه وجرب. والله عملت لك انتفاخات، وبالذات برضو الملوخيه عشان الطشه بتاعتها اللي فيها الملوخيه التوم موجوده دي. في الكتب اصلا. الملوخيه موجوده في الكتب. مكتوبه من الحاجات اللي انها بتعمل انتفاخات. اليابانيين بيحبوا الملوخيه قوي عشان فيها مواد، بس بياكلوها بشكلها زي اللبنانيين، بياكلوها مش متخرطه زينا، لا ده بياكلوها كانها ورقيه زي ما هي. احنا عندنا عادات في الاكل يمكن اوفر شويه، احنا من الحاجات اللي بنستخدم كل حاجه اوفر يعني. وبزياده. بزياده شويه، خاصه السمن والزيت وال حدش يعني، ما فيش بلاد بتاكل فسيخ. يعني في هولندا انا شفته، انا كنت في هولندا بياكلوا في اسماك مجمده، لا ملاحه، ملاحه مسكره مسكره. وفي الصين انا اكلت لا اسماك بيعملوها مسلوقه بس، يعني ما فيش مقلي، مسلوقه ويحطوا عليها عسل من فوق كده وطعمها حلو. والخضار كله بخار ما فيش التسبيكه بتاعتنا. بيعرفوا هم قيمه الحاجه. انت ما بتعرفيش قيمه الحاجه، انت لما بتخزن حاجه في الفريزر بتفقد قيمتها، لما بتغلي الحاجات قوي على النار بتفقد قيمتها. حضرتك لو كلت البروكلي مثلا مع الفاصوليا الخضراء مع الجزر مع الحاجات دي كلها بخار تاكليها، صحتك احسن 100 مره من انك انت تقطعيها وتشوحيها في السمنه. كده لا، فالحاجات اللي معموله كلها ستيم دي اللي بخار دي صح من الناحيه الصحيه 10 على 10 افيد. طب نرجع بقى لفصل الصيف، وحضرتك اشرت لنقطه طبيعه الاكل زي اللي هي البخار او دلوقتي الحاجات الجديده اللي هي الاير فراير والحاجات من دي. احنا في مجتمعنا نحب زي ما حضرتك بتقول المقلي اللي نازل كله في الزيت، الحاجات تاثير ده يا دكتور فعلا نلاقي زي ما حضرتك قلت في البدايه ان الاطفال كتير جدا بيجي لهم فعلا اسهال كتير، والام توصل حتى كمان من كتر الاسهال لسخونه. يا ترى كمان الحاجات المقليه وخطوره الزيت اللي عشان نوفر طبعا بقى، فبنقلي بقى كم مره في الزيت ده؟ لا هو مش بكم مره، هو الزيت يعني خلي بالك حضرتك، يعني ناس مثلا بتجيب زيت عباد الشمس او زيت الذره او كده، حضرتك لما تسخني الزيت تعمل له هدرجه يبقى سمنه. ايوه يبقى انت ما استخدمتيش زيت، استخدمت سمن. يعني في ناس يقول لك يا دكتور انا باكل بزيت عباد الشمس، ده انا محافظ على نفسي، طب بتعمل ايه؟ انا بقلي بيه اللحمه. طب ما انت حاولت السمن. الزيوت والسمن هذه مواد ضاره بالصحه. حتى السمن يا دكتور؟ مفيش حد بره بيستخدم، بيستخدموا زبده. قطعه زبده دي بتبقى محدده الحجم، حاجه بسيطه قالب كده عشان يدي تست بس. انما مش عشان، انما كل الحاجات بتاعتهم مش غرقانه في الزيت ولا السمنه بتاعتنا. ما يبقاش السمنه طالعة على الوش كده، حاجه المسقعه مثلا ما كانش البتاع عايم على الزيت الوش يبقى معايا ما تتاكلش. وشطه هي بص اكل بيدي طعم، ولكن في نفس الوقت من الناحيه الصحيه. هو حضرتك سالت نفسك هو ليه الاعمار في الدول مثلا العربيه اقل من الدول الأوروبية؟ ليه؟ يعني إيه دلوقتي الأعمار في الدول الأوروبية بتوصل 100 120 130 في الصين بيعدوا ال 130 كمان كتير. هي الفكرة في الصحة والمحافظة على صحتك. صح يعني هي الفكرة، أنت بتستهلكي قد إيه من جسمك؟ بتستهلكيه في واحد في النكد، بتستهلكيه في إنك ما تتعامليش مع جسمك بطريقه صحيه كويسه. يعني حضرتك لما تاخدي طول ما انت قاعده بتاخدي مكيفات وبتشربي لي وبتاخدي درينك مش عارف ويسكي ودرينك مش عارف ايه، هو انت حلو ولا حلو؟ وحش. لا اكيد وحش. او بيعمل مزاج او بس وحش. لما بتاخدي تدخين وحشيش وبانجو وترمادول ده حلو ولا وحش؟ حاجه قاتله للجسم. انت بتتعاملي مع جسمك بطريقه عنيفه. صح. حضرتك اتخلقتي علشان تحافظي على جسمك وتحافظي على الكيان اللي انت ربنا اداهولك، فمحتاج منك ايه؟ محتاج انك تمشي على اكل صحي مش اكل عشوائي زي ما احنا بنمشي، محتاج تتعاملي مع جسمك برفق، محتاج تهذبي جسمك وتزيتي المفاصل وتجري شويه وتعملي شويه رياضه
وبحتاج المينتاليتي بتاعتك تبقى حلوه، يعني المود بتاعك يبقى جميل، هرموناتك محفوظه جوه الاجهزه بتاعتك، ما بتطلعش في كل وقت وجوزك عمال يتخانق معاك ويديكي مش عارف ايه فتتعصبي فتشدي شعرك فتاخدي منوم بالليل عشان تنامي، فكل الحاجات دي ليها تأثير سلبي على جسمنا، يعني كل ما يدخل الفم ليه تأثير سلبي.